صباح الهنا، صباح الرزق، وصباح اول الاسبوع وعشر الصبح في الاهلي، وبدايه كده يا رب تبقى بدايه خير. والحمد لله ان احنا دلوقتي يعني رجعنا مره تانيه وقدرنا ان احنا نقف ونعود مره تانيه لروح الاهلي في الملاعب، ونقدر ان احنا نقول زي ما كنا متعودين زمان صباح النصر. المباراه كانت جميله، هنتكلم في تفاصيلها كلها، ولكن برضو في كلام محتاجين ان احنا نحطه في الحسبان عشان الواحد يقدر ان هو برضو يكمل بموسم مرتاح، او يكمل الماتشات اللي فاضله باسلوب الى حد ما مرتاح. هو الشاشه بتبقى ورانا سودا او حاجه ده على سبيل التمويه. صباح على سبيل التمويه، عشان احنا ايه برنامج حويط خلي بالك، ومش معروف لنا حاجه، يعني ممكن في لحظه تلاقينا بخلفيه، في لحظه ثانيه بخلفيه ثانيه، كله وارد عندنا. صباح الفل على كل حضراتكم، يوم جديد وان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا وتستمتعوا معانا بحلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده في الجزء الاول. زي ما نهاوند كانت بتقول عندنا كلام كتير قوي اكيد حابين نتكلم فيه مع حضراتكم، خصوصا فيما يتعلق بلقاء الامس. وفي الجزء الثاني برضو كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق، وثاني فقراتنا هتكون مهمه جدا وبصفه خاصه للرجال من متابعي هذا البرنامج، هنتكلم عن أهمية الفيتامينز للرجال طبعا مع دكتورة دينا أبو السعود. أنا قلت اللي عندي وأكتفي بهذا القدر. طيب خلينا نروح مع حضراتكم، عشان احنا عايزين ليه بنقول صباح النصر؟ بنقول صباح النصر لان احنا بصينا على بجد ريمونتادا كانت روعه امبارح. لو انت هتتكلم كده بطريقه فار هتقول فعلا كانت ريمونتادا روعه جدا، روح شخصيه الاهلي يمكن كانت بشكل كبير جدا كانت موجوده، وتحديدا في علي معلول اللي سجل زي ما حضراتكم اكيد تابعتوا هدفين في دقيقتين علشان يحول النتيجه بشكل يعني كامل من الخساره بهدف للفوز بهدفين طبعا مقابل هدف. وفي الوقت بنتكلم البدل الضائع، ناس بقى كريم كان تقول لك الوقت البدل الضائع ده هو ده اللي طلع روحنا الى حد ما، هو احنا ليه بنستنى لغايه بعد الدقيقه 90؟ يعني مش ده وقته ومش ده الكلام اللي احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نسمعه او حتى نتناقش فيه. احنا دلوقتي بنبص على النتائج، احنا دلوقتي بنبص على بطوله غاليه جدا على جماهير النادي الاهلي، احنا دلوقتي بنبص ان احنا ما فيش اي مجال او فيه رفاهيه الخساره، فالحمد لله ده محقق على الارض. فصباح النصر عن استحقاق، شفنا مباراه ولكن حتى لو كانت في الدقائق ما بعد اللي هي 90 بلس اللي احنا الى حد كبير برضو مرتبطه بينا، مش حاجه مفروض ان احنا نقف عندها كتير. مبروك علينا ماتش، الحمد لله عدينا منه كويس جدا. احنا عايزين الروح اللي لعبناها دي او اللي لعب بيها الفريق يعني لغايه اخر دقيقه تكون موجوده دايما وموجوده طول الوقت. ده شق. الشق الثاني بقى اللي عايز اكلم حضراتكم فيه برضو، لان الملف ده لسه ما اتقفلش، هو طلب مجلس الاهلي باعاده طبعا ماتش البنك الاهلي بسبب الغاء هدف صحيح لينا بعد عوده حكم الفار طبعا في كره زي ما حضراتكم تابعتوا. ما اعتقدش ان هي تستدعي ابدا، وده باراء وتحليلات الجميع فكره العوده هنا اصلا للفار يعني وفقا لبنود البروتوكول الخاص بالتقنيه حسب ما احنا فاهمينها يعني، لكن بررها زي ما حضراتكم برضو اكيد تابعتوا رئيس لجنه الحكام بان الحكم او يعني زي ما بيتقال كده الحكم فيه نوع من الاحتفاظ بروح البروتوكول، او الحكم طبق روح البروتوكول زي ما بيتقال، هو ده المصطلح الكريم اللي اتقال يعني. يعني الواحد بجد بيشوف وبيسمع حاجات غريبه جدا مؤخرا، لك روح البروتوكول ماشي مع كل احترامنا طبعا ما فيش مشكله، بس موضوع التحكيم ده فعلا اللي محتاج برضو وقفه زي ما احنا هنتكلم، علشان الحكام فكره ان هم يراجعوا قراراتهم وما فيش مشكله ان يكون في برضو دورات زي ما بيتقال كده مكثفه لتطوير اداء الحكام. على فكره دي مش حاجه عيب، لان دي لا اول ولا اخر، ولا كانت زمان بس ومش موجوده دلوقتي، ولا على فكره دي هتكون اخر مره. فادي الصوره بننقلها لحضراتكم، لكن من حقنا اعتقد ان احنا نطالب بحاجه زي كده. هو عموما مصطلح جديد شويه، يعني كنت معتقد ان كلمه الروح دي لا تنطبق سوى على القانون، يقول لك روح القانون وتطبيق روح القانون، لكن احنا عموما بقالنا فتره بنشهد حاجات عجيبه جدا، من ضمنها ساعات بنسمع برضو مسميات في غير محلها زي الاحتواء اللي سمعنا عنه في وقت من الاوقات، روح البروتوكول اللي سمعنا عنه في وقت من الاوقات، يعني كل فتره والتانيه من الواضح ان احنا هنكون بصدد مصطلح ومسمى جديد. عوده بقى للكلام اللي نهاوند كانت بتتكلم فيه وتفصيله ان بلس 90 ده شيء طلع روحنا، هو طلع روحنا فعلا وعلى الصعيدين، طلع روح المتابعين اللي قاعدين مستنيين، وطبعا كل ما الوقت بيجري بينا في احداث اللقاء احنا ايه يا اخوانا احنا لغايه دلوقتي خسرانين 1-0، بس فروح الثقه برضه يا كريم سبحان الله بتيجي منين يعني. ما هو ده بقى اللي طلع روحنا بقى بالمعنى الثاني. أيوة. في 90 بلس كالعاده النادي الاهلي بيقاتل ايا كان بيلاعب مين وايا كانت ظروف وملابسات اللقاء، لكن مفيش يعني حاجه ممكن تحسم اللقاء غير صفاره الحكم، ما دون ذلك الاهلي قابل في اي لحظه للتسجيل، وقد كان شفنا امبارح طبعا علي معلول سجل هدفين في الدقيقتين 94 و97 في الوقت بدل الضائع. طبعا
بدايه كده مليون مبروك على 3 نقاط، فوز مهم جدا وغالي جدا على فريق محترم زي فريق امبي. طبعا رغم الغيابات والصعوبات، ما تنسوش ان احنا كنا بنلعب وما عندناش ثلاثي خط الوسط ديانج والسولية وحمدي فتحي للاصابه. غيابات بشعه طبعا، ده غير بقيه الخطوط، عندنا حاجات كتير نتكلم فيها. بس عايزين نقول حاجه، لازم برضو ندي فرصه لتصحيح اخطائنا لحد ما نخلص نهائي افريقيا، وبالتاكيد الوضع هيتغير كتير جدا ان شاء الله، يعني لكذا سبب. اولهم عوده المصابين، تانيهم هيكون خلاص شلنا بقى من على صدورنا وعلى نفوسنا حمل تقيل جدا، وهو المنافسه على اللقب القاري، واللي باذن الله هيكون من نصيبنا. ثالثا، تركز بقى اللعيبه بعد كده يعني بشكل كامل على الدوري وبس، الدوري فقط لا غير، ونقدر نعالج كل اخطائنا. وعلى ذكر معالجة الأخطاء، يا ريت والله كمان لو منظومة التحكيم هي كمان تراجع أخطائها، أكيد هيبقى شيء لطيف جدا منها. احنا بنقول بس يعني نقترح. على كل حال خلينا نروح بعد كده لباتشو موسيماني، اللي قال ان الفريق حقق العديد من المكاسب في مباراه امبي، ابرزها اضافه 3 نقاط جديده من خلال الفوز بالمباراه، لجانب طبعا مشاركه بعض اللاعبين والاطمئنان على اخرين شاركوا خلال المباراه كل زي ما او قبل المباراه. كمان عايز اقول لحضراتكم، قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، اوضح ان افريقيا كان يعني او الفريق كان للاسف الشديد مضغوط بشكل كبير جدا، وده مش سر يعني، برضو علشان ما حدش يطلع يقول لك خد الحصري عندي، لا ما هو معروف والاهلي اعلن، وباتشو موسيماني كان صرح بده قبل الماتش، يعني ما فيش حد عنده حاجه حصري، الحصري بيبقى طالع من المصدر، فهو يعني تقريبا زي ما بيتقال كده فريق نصه ما كانش موجود. والفريق على كل حال الحمد لله قدر ان هو يفوز ويرجع من جديد، ونقدر ان احنا نتكلم يعني في كمان روح زي ما بتقال موجوده، في اصرار موجود، فحاجه اعتقد محترمه، وبالتوفيق اكيد في اللي جاي. حاجه اكيد هتكون برده محتاجه كريم تركيز شديد جدا طبعًا واصرار شديد جدا طبعًا. مش هنعتمد على الحظ، مش برده انت مش عايز تدخل تعتمد عليه او مش تدي فرصه لاي حكم او تقول لك مثلا مشكله حكام، مشكله ارض، مشكله جماهير، مشكله، انت بتركز في اللي عليك وخلاص، علشان ما نديش مساحه او مجال اصلا لاي حد ان هو يجي يستغل اي مشكله عندنا. ويا مكتر المشاكل اللي بقينا بنتكلم عنها في الفتره الاخيره، ويا مكتر الامور البعيده كل البعد عن المنطق، واللي برضه بقينا نضطر يعني في كل حلقه من حلقات البرنامج ان احنا نتكلم مع حضراتكم فيها. يعني قطر زي ما كنت بقول برضه في حلقه سابقه، الاهلي عامل زي القطر اللي ماشي بسرعه البرق، وتحسه كده ان السرعه اللي ماشي بيها النادي الاهلي بتؤرق وبتثير ضغينه افراد، جهات، كيانات، سميها زي ما تسميها، بس في ناس متضرره. صح، يعني على كل حال تصريحات موسيماني احنا دايما بنكون حريصين تصريحاته تكون محترمه، مدير فني عارف كويس قوي بيقول ايه، الرسائل اللي يعني زي ما بتقول كده بيرسلها للجميع، والردود اللي بتكون على بعض الاسئله يعني المستفزه خلينا نقول. بس هو فعلا كان في مؤتمر صحفي كان مهم جدا، وموسيماني قال فيه كلام محترم، خلينا نروح نتابع. طبعا مش سر ان احنا كنا مضغوطين. We feel the pressure because we are responsible for a big team of Al Ahly. شعورنا بالضغط طبعا لان احنا مسؤولين عن فريق كبير زي النادي الاهلي. And it's normal to have that pressure. وطبيعي يبقى فيه الضغط ده. This is our fourth league game, at least we won now. أربع ماتشات بعد المواجهة كسبنا الحمد لله بعد 4 ماتشات. And we won in a difficult way when we had so many absentees. وبرضه كسبنا كان فوز صعب خاصة في ظل وجود غيابات كتير. We had to play Afsha as a six. طبعاً نلعب أفشا في مركز زين مع 6. We had to play Hani as a center back. وهاني لعب سيرد باك. All my center backs are out. عشان كل السيرد باكات بتوعنا بره غايبين. And three of my central midfielders are out. وتلاتة من وسط ملعب الديفندرات بتوعنا الارتكاز، تلاتة مش موجودين. الحمد لله شناوي made a recovery and he came back. الحمد لله الشناوي استشفى بسرعة من الإصابة اللي كان فيها ورجع ولعب. But we won tonight for only one reason. بس فوزنا النهاردة لسبب واحد فقط. We have taken a decision to play in this pitch. أخذنا قرار إن احنا نلعب ونأدي على أرضية الملعب دي. ونبطل اعذار بسوء ارضيه الملعب، نتكلم ارضيه الملعب، قلنا هنلعب النهارده ونأدي على الارضيه دي. وحتى قلت للعيبه قبل المباراه هنلعب ونأدي كويس على الارضيه دي. لان عندنا مباريات لازم نلعبها على الارضيه دي. ولازم نرجع طبعا، لازم نرجع تاني كنادي الاهلي. هنكسب امتى؟
also, and it's also important that we win because maybe this is the last game before the cup final. وطب مهم جدا طبعا بالنسبه لنا ان احنا نفوز لان ده اخر ماتش لينا في الدوري قبل نهائي افريقيا. And also it gives opportunities to the players that have not been playing to play. كانت فرصه برضه للاعبين اللي ما بيشاركوش بشكل دائم ان هم ياخدوا فرصه مشاركه. But we played well. بس ادينا كويس لعبنا كويس. maybe made one chance. اعتقد ام بي لاحت لهم فرصه واحده النادي ام بي. I'm not talking about the half chance of the free kick. مش هتكلم على الضربه الحره لان دي تعتبر نص فرصه مش فرصه كامله. No, for me as a person I'm not coaching football to break records. انا بالنسبه لي كشخص مش بمرن في كره القدم عشان اعمل اضرب ارقام قياسيه واحقق ارقام قياسيه. مدرب كره القدم يركز في ان يكسب مباريات فقط. وممكن لو كسب ماتشات كتيره ممكن يحقق رقم قياسي او حاجه زي كده. But the other fans, they were here. They were supporting us. جماهير الاهلي كانت موجوده هنا النهارده في مباراه وشجعتنا. If they gave up on us, they would never be here. لكن يقسوا مننا بعد الماتشات اللي فاتت ما كانش جم وشجعونا النهارده ما كانش يجوا النهارده للاستاد. They showed us they still support us. اظهروا لنا ان هم لسه بيدعمونا بيشجعونا. The best way to give them a win before the final. وافضل شيء احنا نهديهم فوز قبل نهائي افريقيا. And they played with an early spirit. ولعبنا بروح النادي الاهلي النهارده. ودي الروح اللي اتمنى اللعيبه يكون عندها. افريقيا. انت كلمت مع الدكتور دلوقتي من شويه. ده اجابه السؤال المفروض هو اللي يقول لك عشان اللعيبه اللي غايبه. I just go to the ward. We have a hospital ward in Alaqi. بنتكلم في مستشفى كده اللي غيبت. And see who is coming out of the hospital. هنشوف مين اللي هيطلع من المستشفى. من الاصابات. بعد كده هشوف مين اللي هيطلع من الاصابات دول مين هيستشفى. ممكن ابتدي مين هيخف ابتدي اعد في ضوء اللعيبه اللي هتخف تبقى جاهزه في الوقت الحالي. وده الفريق اللي هو جاهز دلوقتي اللي بيلعب دلوقتي هو اللي حابين النهائي الى ان يخف حد تاني. ما عنديش اي فريق تاني النهارده كان متاح غير دول اللعيبه المتاحه معايا. ممكن بعد يومين لعيبه ترجع من الاصابه. وكنا كده لما رحنا كاس العالم الانديه لعبنا مع مونتيري كده برضه. كنا منتقصين برضه من لعيبنا الاصليين. وكنا ما كانش حد مؤمن بفرصنا واحنا في الطياره واحنا مسافرين قبل ما نلعب مع مونتيري. اي حد بيلبس فريق نادي الاهلي وبيأدي في الملعب بيلعب في الملعب لازم يأدي. Yeah, thank you. You know there's a lot of talk. There's a lot of mistrust. But it's part of the football. في كلام كتير وفي برضه عدم ثقة شوية بس كده جزء من كرة القدم. لما مانشستر سيتي كان في الدوري الانجليزي متصدر ب 14 نقطة عن ليفربول ونزل من 14 نقطة واحدة مع ليفربول. ما كانش حد يتكلم عن بيب جوارديولا خالص. ما حدش ما كانش ما حدش يتكلم عن ليفربول. ما حدش يتكلم عن محرز. ما حدش فقد ثقته في بيب جارديولا او محرز او دي بروين وقال ان هم مش كويسين. الويك اند ده الماتش الجاي ده محتاجين نقطه واحده بس الماتش الجاي وياخدوا الدوري. مع انهم اهدروا 14 نقطه قبل كده. بس شايف الست حاب بتاعهم كان مليان كل اسبوع بيجي يشجعهم برغم النقاط اللي كانوا بيفقدوها. واحنا مش بعيد قوي من لقب الدوري يعني. And by the way, let us deal with the Champions League. برضه دلوقتي خلينا بنركز في بطولة افريقيا نحط نخلص منها بعد كده ونرجع من المغرب ان شاء الله. بعد كده هنركز في بطولة الدوري باذن الله. ونكسب هنكسب الدوري ان شاء الله. كانت تصريحات كابتن بيتسو موسيماني وبرضه بالمناسبه كابتن سيد عبد الحفيظ هو كمان كان ليه تصريحات بعد انتهاء المباراه قال فيها ان الفريق حقق فوز مهم جدا على امبي بهدفين مقابل هدف واضاف في تصريحات عقب انتهاء المباراه قائلا الاهلي اهدر العديد من الفرص على مدار شوطي المباراه
والأمور تأزمت بعد هدف إمبي، ولكن الفريق استطاع أن يعود من جديد ويحقق فوزا في غاية الأهمية، كان الفريق في احتياج شديد له. وأكد كمان كابتن سيد عبد الحفيظ أن الموسم لسه بدري عليه، الموسم ما زال ممتد، وأن الأهلي بإصرار وروح وعزيمة حقق فوز مهم جدا قبل سفر الفريق إلى المغرب، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سوف يغلق مؤقتا ملف بطولة الدوري وسيتوجه إلى المغرب بشخصية البطل، بشخصية النادي الأهلي. وكمان أشاد بالحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز اللي هيدير مباراة الوداد في نهائي أو في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. عموما خلونا نسمع ونتعرف على جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل كلام. تفضل. الحمد لله طبعا، يعني فضل ربنا علينا كبير النهارده. يعني عدد من الفرص ضاعت في الشوط الاول، عدد من الاهداف المهدره، في امور كتير قوي ممكن تتحسب. يعني اللي انا شفتها يمكن لمسه اليد ما شفتهاش لان انا في الملعب، لمسه اليد كانت في الشوط الاول بتاعت الشوط الاول او الشوط الثاني اللي الفار استدعاه، او بتاعت الشوط الاول او الشوط الثاني. لكن في واحده لحسام حسن مش ممكن ما تتحسبش، مش ممكن. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، مكسب كنا محتاجينه جدا. فبعد عدد من المباريات كان فيها اخفاق بشكل كبير، تأزمت المباراه بشكل اكتر في بهدف نادي إمبي، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نرجع في تقريبا في الدقيقه يعني 94 و97 حاجه كده يعني. لكن الحمد لله على كل شيء. العالم كله بيتكلم في الكوره عادي جدا، العالم كله بيتكلم في لقطات في المباراه عادي جدا. احنا هنا للاسف عندنا حساسيه كبيره قوي، تحديدا يعني لجنه الحكام لما بتيجي تتكلم على لقطه ولا اثنين وكان دي من المحرمات يعني. لا طبعا عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده. المشكله دي مش سببها تصريح واحد بيقوله او حد بيطلع ينتقد حاجه، لا في ناس مغميه عنيها مش عايز تتكلم في الموضوع ده خالص. يعني عندنا مشكله كبيره في ده. يعني هل احنا يعني باسمنا ومكانتنا تمام، يعني على مدار مثلا كاس الامم الافريقيه او الاولمبياد او كاس العالم للانديه، النهارده انت ما فيش ولا واحد ولا حكم في كاس العالم. فكاس العالم اللي جاي ستة المختارين بتتكلم، ما فيش اي حد منهم، ما فيش غير ابو الرجال. وخلي بالك بقى، على المقابل احنا عندنا مساعدين حكام جامدين جدا، رائعين جدا، ممتازين جدا. على كابتن عصام عبد الفتاح ان هو يراجع الامر، يعني بدل ما هو يعني شاغل نفسه ان هو يطلع يرد علينا في كل كره فيها شك. يعني المباراه اللي فاتت ما سابش قناه، ما طلعش قال لك لا هدف الاهلي، سيبك من التصريح بتاع روح البروتوكول وروح القانون مش هتكلم عليه، ده هو يخصه يعني، يخصه هو. يعني الانجليزي اللي اخترعوا اللعبه وعملوا القانون تمام مترجمين كتاب القانون غلط عند كابتن عصام. لا يعني الكوره بالنسبه له الناس دي هي اللي ما فهمتش. حصل في الدوري الانجليزي بعدها بيوم على طول، فيقول لك هم اللي غلط، مش دي بتاعته. لكن اختياره نفسه يعني حتى وهو بيقول روح القانون، يعني انت مؤمن ومصدق ان الكوره مش قانونيه بدليل استخدامك لللفظ مظبوط، او قال روح البروتوكول، يعني استخدامك لللفظ يؤكد ان دي ملهاش علاقه بالقانون مظبوط كده. مش هتكلم على اللفظ نفسه، لكن انا بسال سؤال ليك، يعني انت شاغل نفسك بكل حاجه لينا احنا. طب هل انت مثلا في كل المحاولات او كل المرات يا كابتن عصام بتطلع بنفس الطريقه وبنفس عدد المرات في كل القنوات التلفزيونيه؟ يعني مثلا كره الونش مع كابتن محمد معروف مثلا، هل انت طلعت وقلت مثلا يعني ايه لا تستوجب طرده على الناس ما طلعتش؟ هل انت في كره محمود عاشور في مع محمد الحنفي في طلائع الجيش، البنالتي اللي مصر كلها والعالم العربي والافريقي كله احسبنا ومش عارف ايه الدويتو اللي مش مؤدي لنتيجه كويسه؟ انا ما عنديش مشكله ان انت يبقى حكم الفار واحد واللي معاه الثاني حكم اخر والاثنين بيساعدوا بعض بشكل كويس قوي، لكن الدويتو بتاع كابتن محمود عاشور ومحمد الحنفي، وكابتن محمد الحنفي ما اداش ثماره خالص اصلا، كل ماتش فيه مشكله. يعني السنه اللي فاتت الاهلي والاسماعيلي محمود عاشور على الفار ومحمد الحنفي على في الملعب، بنالتي لاغايم مش ممكن. السنه دي المصري والاهلي على الفار بقى عكسه، محمد الحنفي على الفار ومحمود عاشور في الملعب، طرد مش ممكن. زمالك وسموحه بنالتي لكابتن محمد الحنفي، وكابتن محمد الحنفي انا في تقييمي ان هو حكم كويس قوي، في تقييمي كان حكم كويس قوي، بس لقيت في اخر مثلا يعني سيزون في ست ضربات جزاء ما بيتحسبوش خالص. رساله للعيبه خلاص، يعني انت هتقفل الصفحه دي بكل ما فيها. احنا تعبنا في افريقيا جدا من يوم 16/10 من اول رحله النيجر واحنا بنلعب في افريقيا، خلاص فاضل خطوه واحده بس ايا كان الملعب فين، نلحق نلعب بقى قبل ما يقولوا لنا لا هتلعبوا 10 نلحق نلعب على طول. يعني هنروح بشخصيتنا بفكرنا
عايزين العدل بالنسبه. انت عارف اقول لك على حاجه، معلومه ممكن ما حدش يعرفها، انت عارف ان الماتش ده بتاعنا احنا؟ يعني الماتش ده ترتيب الماتش فيه الاهلي والوداد، طرفه الاهلي والوداد، فاهمني؟ الاهلي والوداد. احنا الاول، يعني المفروض ان احنا صاحب الملعب. فيعني الحاجات اللي هي مناصفه ولا حاجه محتاجه انها انا مش عايز بس يعني يتاخد كلامي ان انا بهاجم، ما بهاجمش حد خالص والله. انا بقول لك سلمت على كابتن صباحي في ضربتين، في ثلاثه، في اربعه، في 10، لكن المباراه خلصت. ومجرد ما بتخلص خلاص كل واحد يعني الف شكر ليك والف شكر ليك ونشوف اللي جاي. اخيرا يمكن تم الاعلان عن طاقم التحكيم والمراقبين وكل حاجه لمباراه الاهلي والوداد، هل حضرتك ليك تعقيب على الاختيارات؟ لا يعني طبعا فيكتور جوميز من احسن الحكام اللي موجوده في الساحه الافريقيه طبعا يعني، لكن في النهايه يعني احنا على استعدادنا وترتيبنا، وان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله. هي مباراه ختاميه يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى، يعني ايا كان هتتلعب فين، ايا كان لحد دلوقتي يعني الامر ايه، لكن احنا في النهايه جاهزين. افصل اللعيبه، هتتلعب في المغرب، هتتلعب بره المغرب، هتتلعب في اي مكان، هنأديها ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى، ونكون عند حسن ظن جمهورنا يعني باذن الله. كلام مهم جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ، لا يقل اهميه اكيد برضو عن تصريحات موسيماني اللي فيها نوع من الجراه وفي نفس الوقت فيها العديد من الشفافيه. انا بشوف كده دايما تصريحاته. خلينا نروح كمان لدكتور احمد ابو عبله اللي تحدث عن حالات الاصابه في صفوف الفريق قبل طبعا مباراه الوداد المغربي اللي اكيد كلنا عايزين نطمن يعني الوضع هيبقى عامل ازاي. خلاص بنتكلم يوم 30 مايو نهائي خلاص دوري ابطال افريقيا، واشار لان الامور الطبيه في الاهلي الحمد لله نقدر نقول ان هي مستقره، ومعظم الإصابات المتواجدة عندنا كمان في الفريق تم التعامل معها خلاص. وأوضح أيضا رئيس الجهاز الطبي أنه تم تكثيف برنامج بدر بنون تحديدا مع بعض الحرص، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يحصل اللاعب على جزء من يعني التدريبات بعد أسبوعين. فعلى كل حال خلينا نروح نشوف برضو جزء من تصريحات دكتور أحمد أبو عبلة ونرجع نكمل. الحمد لله النهاردة ربنا كرمنا، وإن شاء الله ده يكون دافع كبير لينا كده في اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. أنا بس عايز أطمنك والله الحمد لله إن إحنا أمورنا الطبية إلى حد كبير جدا مستقرة. ما عندناش حاجة كبيرة يعني، ما عندناش الحاجات اللي هي تحرم اللاعبين بتوعنا إن هم يشاركوا معانا إن شاء الله بإذن الله. اللي عايز أطمنك عليه برضو إن معظم الإصابات اللي موجودة هي كتير، في عدد كبير فعلا، في أجزاء كبيرة من اللاعبين إحنا بنحافظ عليهم، في عندهم حاجات بسيطة ممكن حتى يشاركوا بيها، بس مش هتبقى مشاركات يعني فعالة بنسبة 100%. فاحنا بنفضل ان احنا نشتغل معاهم ونجهزهم بحيث ان هم يكونوا ان شاء الله بإذن الله جاهزين جاهزية تامة بإذن الله في اللي جاي ان شاء الله. يعني لو هنبدأ باللي كانوا موجودين من قبل كده، في عندنا عمرو السلية الحمد لله دلوقتي بينفذ آخر مراحل في البرنامج التأهيلي بتاعه. عايز اقول لك ان هو خلاص يعني ان شاء الله باذن الله اول تمرينه لينا هيكون معانا، هيشارك فيها مشاركه كامله ان شاء الله ونحطه تحت تصرف الجهاز الفني. حمدي فتحي كان في شويه حاجات ليها علاقه بالاجهاد برضو اللي هو التهاب الحوضه اللي احنا كنا قلنا عليه، عملنا معاه برضو الشغل بتاعنا الطبي، ادينا له حقن موضعي في المكان ده، بنعمل معاه برنامج علاج طبيعي، في برنامج تاهيلي هو شغال فيه كويس جدا، والحمد لله اموره ماشيه كويس. متوقع برضه اول تمرين هيكون معانا ان شاء الله باذن الله. عندنا محمد عبد المنعم كان اخر مباراه اشتكى برضه من بعض الالام في العضله الضمه، عملنا له الفحوصات والاشعاعات، لقينا ان في بعض الاجهاد كده في اجزاء من العضله. احنا شغالين معاه وبنجتهد معاه، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون معانا برضه في المباراه النهائيه. برضو احنا ما فيش وعود بده قلناها للجهاز الفني، انما احنا بنشتغل باقصى جهد، جلسات علاج طبيعي ممكن مرتين في اليوم، ممكن ثلاث مرات في اليوم على حسب الـ الوضع اليومي بتاعنا يعني، وبرضو بالتماشي مع البرنامج التاهيلي بتاعه الحمد لله ماشي كويس. يا رب يلحق، يا رب يلحقنا في النهائي، هو ده يعني اللي احنا لسه ان داوت فيه، ما خدناش فيه قرار لغايه دلوقتي. بقيت لاعب اليو ديانج كويس، عملنا له اشعاعات مره وانتظرنا عليه شويه، عملنا له مره ثانيه، تاكدنا ان الركبه الحمد لله سليمه تماما، كدمه كانت بسيطه انما كانت مؤلمه شويه. خلاص البرنامج التاهيلي بتاعه خلص الحمد لله، برضو ان شاء الله يكون معانا في اول تمرين لينا بعد العوده يعني. لويس هو اللي كان حصل، احنا قلنا في جزع في الرباط الداخلي درجه فوق المتوسطه بشويه،
هو دلوقتي في مرحلة الراحة السلبية. احنا مش مخلينها سلبية، هو بيعمل علاج طبيعي، في حاجات تأهيلية طبعا للأجزاء تانية بتاعة الجسم اللي هي مش مصابة، بحيث ان هو ان شاء الله لما يرجع من الإصابة يكون فيت ويكون جاهز. الإصابة دي بتاخد لها تقريبا 6 أسابيع، برضو مع الشغل المكثف ان شاء الله يكون قبل كده. بعد 6 أسابيع دول بيعمل بقى حاجات أجزاء من التدريبات، يعني إن شاء الله شهرين من وقت الإصابة يكون جاهز. احنا فات حوالي أسبوع أو 10 أيام، فإن شاء الله في الموعد المحدد وهو ماشي كويس جدا. كنا حققنا حقنة بلازما كده آخر مرة في التمرين بتاع امبارح، والحمد لله كانت كويسة. هنكررها كمان مرة كده بعد 5 أيام أو 6 أيام، وإن شاء الله بإذن الله يرجع ويرجع معافى ويرجع سليم بإذن الله. بدري بس هو البرنامج بتاعه برضو احنا مكثفينه، ولكن ببعض الحرص طبعا. انتوا عارفين ان بدر كان قاعد فتره طويله راحه سلبيه، فعايزين نبني العضلات بتاعته من تاني، عايزين نبني الحاله البدنيه بتاعته من تاني. ان شاء الله مع البرنامج المكثف بتاعنا برضو احنا متوقعين 2 أسبوع كده وياخد بعض الاجزاء في التدريبات ان شاء الله باذن الله. طيب تعالوا بقى ننتقل لملف اخر. النهارده ان شاء الله هيكون في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس اداره شركه الكره، لعرض اخر تطورات الموقف الخاص بالمباراه النهائيه لدوري الابطال. وفي مقدمتها طبعا ان الاتحاد الافريقي لكره القدم لم يخطر الاهلي بمكان وموعد المباراه حتى الان بمخاطبات رسميه، كما أن الكاف لم يرد على طلبات النادي التي أرسلها منذ حوالي 4 أيام، والتي تضمنت تحديد حصة الأهلي في تذاكر المباراة وأسعارها، طبعا أخذا في الاعتبار أن شاء الله المفروض أن النادي الأهلي هيكون ليه نصف ساعة الاستاد، وكذلك مسؤوليته عن حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات السفر. كل الأمور دي هتتناقش النهاردة إن شاء الله طبعا لحسم العديد من القرارات المهمة والأمور اللي كانت معلقة إلى حد كبير طوال الأيام القليلة الماضية. حلو جدا، دي أخبار أعتقد ناس كتيرة على السوشيال ميديا تحديدا تويتر كانت بتتساءل فعلا عن الإجابات إمتى هتطلع، فده كويس جدا إن هو يتم هذا الاجتماع، أعتقد هيكون في غاية الأهمية. نقول بقى أكيد اللي هيسفر عنه هذا الاجتماع بكرة مع حضراتكم إن شاء الله في الحلقة. نروح دلوقتي لأخبار الفريق الأول للكرة الطايرة للسيدات بالنادي الأهلي اللي بيستعد في تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية. الفريق وقع في المجموعة الرابعة بالبطولة طبعا الإفريقية، الجانب فرق هنا بقى 4 فرق، خليني أقولهم لحضراتكم تحديدا. فرق الجمارك النيجيري، الأنابيب الكيني، والواك الغاني، والنهاردة هيلتقي مع فريق الواك الغاني في المباراة الأولى، وبعد كده هيواجه الجمارك النيجيري بكرة بإذن الله يوم الاثنين، على أن يواجه بقى الأنابيب الكيني يوم الثلاث. أسماء غريبة شوية للفرق ولا إيه؟ كل التوفيق طبعا على كل حال لفريق سيدات طائرة الأهلي اللي اسعدونا جدا الفترة اللي فاتت، وواثقين ان هم هيحققوا اكتر واكتر والمزيد كمان في الفترة اللي جاية. كل التوفيق ليهم ان شاء الله. نروح بقى يا حضرات على أنشطة لجنة الطفل في النادي الأهلي اللي نظمت بالتعاون طبعا مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية، نظمت ورشة فنية لتعليم فنون الرسم والأعمال الفنية المختلفة. هنتابع مع حضراتكم التفاصيل من خلال هذا التقرير، ونطلع فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، خليكم معانا. النهارده يعني احنا بدانا من البدايه خالص، ان اول ما انطلقنا في الدوره الجديده واحنا دايما بنحاول ان احنا داخلين على صيف، فبنحاول نجيب اكتر حاجه تشغل الاطفال، فبدانا بموضوع الورش زي ما عملنا في شم النسيم كده، الورشتين بتوع شم النسيم، 3 ورش بتوع شم النسيم. عملنا النهارده كمان ورش، بس الورش متنوعه بقى زي ما انت شايفه كده، فيها اكتيفيتي بالحبل وفي مسامير وفي رسم على الازاز، على اساس ان احنا بقدر الامكان نحاول نشغل وقت الطفل ويبقى بتعلم مهاره جديده، بننمي له المهاره بتاعته علشان يقدر ان هو لو ما كملش معانا احنا مش هنقدر نكمل معاه الورش دي بشكل مستمر، هنبدا كل شويه نعلمه الحاجه يبدا هو يتعاملها مع نفسه في البيت. يعني احنا معانا ورشتين عمل، ورشه الرسم على الزجاج وورشه سترينج اللي هي الرسم بالخيوط، وكمان عندنا العاب فور فن بالتبادل مع الاطفال عشان ما يكونش في زهق. الورشه دي اتعملت عشان ان شاء الله بعد كده هنعمل بيها معرض لكل حاجه الولاد عملوها بايديهم، يعني الازاز ازاي بنرسم على الازاز وازاي بنحدد الالوان بالظبط، نطلع رسمه شكلها حلو يبقى منتج هم اصلا كده كده هيعملوه في البيت. السترينج نفس الكلام، السترينج هدفه كمان
في الاعمار السنيه اللي هي من بدايه من 9 سنين، ازاي نقوي الفاين موتورز والجروس موتورز عندنا، العضلات تشتغل ازاي، وازاي نشكل رسمه كويسه بالسترينج. هو احنا بيرنتس زي كل البيرنتس الموجودين في النادي، كل هدفنا ان احنا عندنا شويه وقت نقدر نقضيه في النادي، ان احنا نعمل شويه انشطه ظريفه لطيفه تنفع للاطفال من المراحل السنيه المختلفه، من اول 3 4 5 سنين لغايه 15 16 سنه. كانت حلوه قوي وانا انبسطت وعملت الشكل ده ولسه هعمل اشكال تانية. هو كان حلو قوي، وانا كمان يعني لما عملنا هو الخشب وكده كان حاجه حلوه وما كانتش صعبه علينا، والاطفال بيتعلموا واحنا بنتعلم برده حاجات حلوه كتير. هو حلو قوي بصراحه وانا حباه جدا. احنا النهارده بنعمل الخشب كده وبنعمله بالخيوط عشان نعمل الشكل اللي احنا مختارينه. هو جميل بصراحه عشان هو يعني بيطلعه طاقه وبيعملوا حاجات، يعني الرسم على الازاز جميله، حاجه جديده مش بيرسموا على يعني على ورقه او سكتش وكده. والسترينجز كمان حلوه قوي، ان هي كمان بتنمي المهارات البصريه للطفل يعني، فحاسه ان هي حاجه مفيده ومبسطه، بيعملوا مسابقات، فالايفنت جميل جدا بصراحه. طيب رجعنا حضراتكم مره تانية، بس اسمحوا لي ان انا يعني كنت عايزه اقول الموضوع ده في بدايه الحلقه للاسف الشديد، بس انا يعني الاخبار خدتنا مره واحده، انا وكريم كنا حابين نعزي برضو يعني الوطن العربي حقيقي مش مصر بس، في النجم الجميل سمير صبري اللي توفى طبعا من يومين تقريبا، يوم الجمعه تحديدا، برضو خبر كان محزن جدا. نجم ليه تاريخ كبير ومحبوب، وكان الناس كتيره بتشهد له يا كريم ان هو كان من الشخصيات اللي هي بتسال دايما على زملائها واللي بيعمل خير كتير و و و، فشخصيه كانت محترمه جدا وسابت اثر كبير جدا وتاريخ كبير جدا. زي ما بيتقال الشخص ربما يرحل ولكن ذكرياته وكل حاجه عملها بتفضل او بتبقى في يعني في الاذهان، فالله يرحمه. نجم كان يعني جميل لن يعوض بصراحه، من الشخصيات اللي انا بشوف فعلا واشهد ليها لن يعوض، الله يرحمه. كنت بشوفه كتير مؤخرا يعني بالصدف في النادي وفي اماكن مختلفه، شخص على طول كان مبتسم رغم صحيح. كل الامراض اللي كان بيمر بيها في الفتره الاخيره يعني، الله يرحمه يا رب. هو الحقيقه برحيل النجم الكبير سمير صبري انطوت صفحه من صفحات تاريخ الفنون بشكل عام في مصر، لان طبعا النجم الكبير سمير صبري كان ايقونه في الاعلام وايقونه في الفن وفي الغناء وفي الاستعراض. احنا بنتكلم على حد اشتغل تقريبا مع اكبر واهم واشهر يعني نجوم السينما وال كان اعلامي شاطر يا كريم جدا، طبعا رائع 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 طبعا، وارسى قواعد مهمه جدا في المهنيه وفي الاعلام. الحقيقه يعني اسعدني الحظ ان انا قبل كده اشتغلت معاه في مسلسلين، الحقيقه فعلا شخصيه من اجمل ما يمكن، رحمه الله عليه اكيد يعني بنتمنى له الرحمه ولكل محبيه ولكل ذويه يعني الصبر والسلوان. خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم دلوقتي لخبر عن البطولة الأفريقية الثانية للبولينج للرجال والسيدات اللي بتستضيفها مصر بمشاركة 50 لاعب ولاعبة بيمثلون منتخبات مصر، عندنا تونس، جنوب أفريقيا، إثيوبيا ونيجيريا. هتستمر فعالياتها حتى الجمعة اللي جاية بإذن الله، وامبارح كان الافتتاح أو افتتاح النسخة الثانية تحديدا من البطولة بتنظيم، يعني لو حضراتكم شفتوا عشان بس ما يطلعش يقول لك يا كريم الإعلام بيقول والإعلام بيهاور، روحوا شوفوا كان بجد تنظيم على أعلى مستوى في كافة التفاصيل بقى الفنيه والتنظيميه وكل الحاجات الصغيره اللي الواحد لازم يخلي باله منها، ده اكيد لو عكس حاجه بيعكس نجاح الرياضه المصريه وما وصلت كمان اليه خلال الفتره الحاليه، طبعا بفضل سياده الرئيس وبفضل كل الاجهزه اللي شغاله حقيقي، فبنتكلم برضو في مختلف المجالات. طبعا كمان الدول الافريقيه زي ما حضراتكم عارفين الفتره الاخيره عانت كتير جدا، يعني ما كانش في وجود اصلا اتحاد افريقي للبولينج، وكانت رياضه ناس كتيره جدا بتقول طب يا جماعه احنا ليه ما عندناش اتحاد، هو ايه مشكلتنا، ما احنا عندنا كوادر، ما احنا عندنا بطولات بتتعمل. النهارده اصبح هناك يعني اتحاد داخل القاره الافريقيه لخدمه ابنائها وتنظيم البطوله في مصر، اكيد بياكد هنا على رياده مصر الرياضيه داخل قاره افريقيا، فحاجه اكيد محترمه جدا تضاف لسلسله البطولات اللي مصر نظمتها كمان مؤخرا بشكل محترف. بتتكلم صحيح. تعمل حاجه طب. تعملها بشكل محترف صحيح. وكانت حديث العالم كله في اوقات سابقه زي بطوله العالم لكره اليد وغيرها طبعا من البطولات. طيب خلينا نروح لمقر
اخبار جريده اليوم السابع ومراسلتنا نورهان طمان عشان نتابع اهم الاخبار يعني الرياضيه في الصحف والمواقع. ونورهان معاكي خبرين مهمين طبعا الخاص اول حاجه بتجديد عقد مبابي وتسجيله للهاتريك على طول يعني فور تجديده. والخبر الثاني اللي لفت نظري جدا فكره هنا يعني نهائي مصري بنتكلم عن نور الشربيني ونورهان نوران جوهر في نهائي بطوله العالم للسكواش حاجه محترمه. خلينا نعرف منك. يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريده اليوم السابع ونطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم. واول منشط معانا من جريده اليوم السابع عن طبعا المباراه العظيمه يعني اللي فاز فيها النادي الاهلي امس بنبارك طبعا للفريق الاول لكره القدم والجهاز الفني ومجلس الاداره. المنشط كان بعنوان الاهلي يعود لسكه الانتصارات بعد غياب أربع مباريات، ريمونتادا معلول تقود الأحمر لفوز على فوز يعني على إنبي فوز قاتل، أبناء التتش يصححون المسار قبل نهائي أفريقيا رغم الغيابات، تغييرات موسيماني تصنع الفارق وتألق عبد القادر وكوكا. طبعا زي ما منشط اليوم السابع يعني يمكن ملامحه أظهرت قد إيه مباراة أمس كانت مهمة وملحمية من لاعبي والنادي الأهلي وسط غيابات كتيرة جدا في خط النص والدفاع حمدي فتحي وإليو ديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف وياسر إبراهيم يعني كوكبة كبيرة جدا من النجوم. ولكن دايما زي ما احنا بنقول الأهلي بمن حضر وبنتيجة أمس الأهلي بيقفز للمركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد ما خاض 16 مباراة. أما المتصدر حتى الآن نادي الزمالك اللي خاض 19 مباراة متصدر برصيد 41 نقطة ويأتي نادي بيراميدز في وصافة جدول الدوري بعد ما خاض 18 مباراة برصيد 39 نقطة. تاني خبر معانا يا نهوان زي ما قلتي تجديد عقد مبابي ويمكن ده الخبر اللي كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لكل متابعي الكرة العالمية في جميع أنحاء العالم بعد أنباء كتير باقتراب طبعا الفرنسي المهاجم الشاب الواعد لصفوف ريال مدريد فجأة ويعني وفي خبر يعني يمكن كان صادم لمحبي ريال مدريد. مبابي بيجدد عقده لباريس سان جيرمان لحتى 2025 ثلاث سنوات قادمة مقابل 300 مليون يورو. والمنشط اللي معانا بعد تجديد عقده مبابي يسجل هاتريك امام ميدز بالدوري الفرنسي. سجل طبعا كيليان مبابي بعد ما جدد عقده الهاتريك او اول هاتريك ليه بقميص باريس سان جيرمان بعد التجديد في المباراه اللي اقيمت امس امام فريق ميدز في ضمن منافسات الجوله 38 من الدوري الفرنسي اللي حسمه باريس سان جيرمان يعني منذ عده جولات. طبعا زي ما قلنا لكم مبابي جدد مقابل 300 مليون يورو. أما الخبر اللي معانا بعد كده في جريدة الأهرام لايبزيج يفوز على فرايبورغ بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس ألمانيا. توج لايبزيج بلقبه الأول في بطولة كأس ألمانيا أمس بعد فوزه بركلات الترجيح أربع ركلات مقابل ركلتين على نظيره فرايبورغ بركلات الترجيح زي ما قلنا لكم بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق. كان لايبزيج كمان أنهى الموسم يعني في المركز الرابع ببطولة الدوري الألماني وضمن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة. اخر خبر معانا من جريده الشروق نور الشربيني تواجه نوران جوهر في نهائي بطوله العالم للسكواش. كمان يا نهواند عايز اقول لك انه يعني النهائي ان شاء الله النسخه الحاليه هو اطراف النهائي النسخه الماضيه. نور الشربيني هتواجه نوران جوهر بعد ما اتغلبت على منافستها نور الطيب. كمان محمد الشرباجي هيواجه علي فرج وده كان الاربع اطراف في النسخه الماضيه في البطوله. نهائي مصري خالص ضمننا البطوله مصريه سواء على مستوى الرجال أو السيدات. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. رائع جدا بنشكرك جدا على هذه التغطية الرياضية الصحفية يا نورهان شكرا ليكي. طيب احنا بالنسبة لكده الجزء الأول خلاص خلص الإخباري هنروح لفاصل بعد كده نرجع عشان نبدأ أول فقرة محاضراتكم. هيكون معنا كابتن أحمد عبد الفتاح نجم الأهلي السابق وأكيد ملفات لا تنتهي حول الأهلي ومنتخب مصر وغيره من التفاصيل كمان اللي حابين إن احنا نروح مع كابتن أحمد فيها يعني. بعد كده الفقرة الثانية هتكون مع كريم ودكتور دينا زي ما كنا نوهنا. فاصل ونرجع نكمل.
طيب خلينا نتكلم كده سريعا ونقول هو كان فوز غالي امبارح اكيد على ام بي وسط غياب بنتكلم برضو 7 لاعبين من الاساسيين، تحديات كانت كبيره جدا على الاهلي، وبنتكلم كمان مش بس محليا وقاريا، هنتكلم في كل ده. وفي اسئله احنا عندنا برضو حابين ان احنا نسال كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق اللي منورنا دلوقتي بشانها، عشان برضو الصوره على قد ما نقدر نوضحها لحضراتكم وتكون زي ما بيتقال كده فيها نوع من الشفافيه. صباح الفل. صباح الخير. لا ده احنا ما صحيناش لسه. لا صحينا ازاي؟ صح عارف في ديلي ومبسوطين عندنا حاجات كتير هنفرهضوا معانا فيها فاكيد هيصحصح. صباح الفل يا كابتن، اهلا بيك منورنا. صباح الخير. وزي ما نعواند بتقول احنا عندنا كلام كتير محليا وقاريا، بس تعالى بعد اذنك نبتدي محليا وتحديدا اخر لقاء للنادي الاهلي مباراه الامس مع ام بي والفوز الغالي اللي اتحقق في الرمق الاخير انجاز التعبير من اللقاء. كيف رايت هذه المباراه؟ تفصيله بتاعه ان انت 90 دقيقه انت خسران بنتيجه 1-0 وكالعاده 90 بلس الكلام بيتغير، يعني ثبات هذا المبدا برضو اكيد يعني بشكل ظاهره الى حد كبير ملفته للنظر. فشفت الماتش امبارح ازاي؟ بص بعيد عن النتيجه، اداء النادي الاهلي امبارح متغير، يعني شكل اللعيبه في الملعب في روح، في قلب، في احساس حتى واحنا بنتفرج غير المباراه السابقه اللي هي في الدوري اللي هي سلسله التعادلات المطلق ولا مباراه البنك الاهلي تحديدا انت بتتكلم عليها؟ مباراه البنك الاهلي ومباراه المصري اللي هي سلسله التعادلات اللي حصلت الفتره اللي فاتت. مباراه امبارح شكل لعيبه النادي الاهلي في ظل غياب 7 لعيبه، ودول يعني احنا بنتكلم كتيم وغياب 7 لعيبه دي حاجه كبيره جدا. ثلاثه خط هجوم حاجه اي مدير فني بتبقى بالنسبه له صعوبات ما بعدها صعوبات، لكن النادي الاهلي اتحط في موقف زي دي كتير، خبرات لعيبه النادي الاهلي اتحطت في حاجات زي كده كتير، وبيجي النادي الاهلي في وقتها وروح زي ما بنقول روح لعيبه النادي الاهلي روح الفنيه الحمراء تظهر في الموقف اللي زي دي. امبارح في اجابات كتيره جدا للمباراه غير المكسب، ظهور بعض اللعيبه حتى الصغيرين زي كوكا زي زياد لما نزل، ناس بتلعب غير مكانها، قفشه امبارح ظهر بصوره انا شايف من وجهه نظري من احسن لعيبه في المباراه، الميز باص عنده انا شايف ما فيش ميز باص خالص، ودي بتبقى اللعيب نص الملعب حاجه مهمه جدا انه يلعب في مكان زي الديفندر دي، داني ماتش على التوالي برضه تطلب منه حاجه دفاعيا بتقلله هجوميا، لكن هو امبارح كان مادي دور متوازن جدا جدا. كوكا كمان بيلعب في نص الملعب واصلا في الطبيعي بيلعب باك شمال، لكن قدم مباراه جيده جدا وانا شايف ان هو خامه مبشره جدا. لو اتكلمنا عن حاجات كتيره بقى، الروح اللي تكون خسران للدقيقه 94 وتقدر تحاول النتيجه، ده برضو شعور احنا حسيناه كتير في اوقات كتيره جدا خلال مباريات كتيره النادي الاهلي معودنا على كده. الحمد لله فيها توفيق اكيد، ده التوفيق ما بيجيش غير للمجتهدين طبعا. في ماتشات كتيره جدا اجتهدنا وما قدرناش نكسب او ما قدرناش نتعادل، ربنا ادانا المكسب في الوقت ده، علامات معينة، ثقة، روح جديدة، لأنك حافز للي جاي بالضبط هو ده. فالحمد لله إن النتيجة مهمة جدا للفترة الجاية إن شاء الله. كابتن أحمد بمنتهى الصراحة أسألك سؤال وعايزة إجابة صريحة، يعني بجد هو احنا دلوقتي يهمنا عشان لا ما هو مش زعلانة بس بسألك سؤال مهم. هو احنا يهمنا دلوقتي بمنتهى الصراحة إن احنا نفوز بس، ولا إن احنا نفوز ونلعب كويس؟ وفكره ان انا افوز بعد او 90 بلس بتاعي ده مقلق جدا، خليني برضه اكون صريحه أكيد. معاك بتشوف ده ازاي؟ بص هو يعني الفتره اللي احنا فيها دي في ظل تلاحق المباريات ما تستنيش اداء في بعض المباريات طبعا، لان في عندك مجموعه من الاصابات، لعيبه بتلعب في غير اماكنها، كل 3-4 ايام مباراه، انت عينك على بطولتين مهمين جدا، فانت الاهم حاجه دلوقتي بتفكري فيها انك انت 3 بونت عايز توصلي للمنافسه تخشي تبقى اول الدوري، بتلعب متوازن بين بطولتين مهمين جدا فرق بينهم كل مباراه 3-4 ايام، اي مدير فني ساعتها تقول له لا الاداء ولا المكسب، التاريخ ما بيفكرش غير او ما بيذكرش غير النتائج. الاهلي كسب ازاي؟ احنا ما نفتكرش الاهلي سنه 85 خد الدوري كسب مين وكان شكله ايه خالص. النادي الاهلي حصل على بطوله افريقيا 2022 اللي هي ان شاء الله باذن الله اللي هي تبقى الثالثه على التوالي، هو ده التاريخ بيذكر كده، التاريخ بيذكر ان النادي الاهلي خد الدوري السنه دي ان شاء الله 2022 مع كاس افريقيا باذن الله مع كاس مصر. بس ما بينساش برضو اللعبه الحلوه والكره الحلوه والباس الحلوه وبتفضل مخلده زي ما بتقال ده اكيد طبعا. مع انا شايف ان امبارح الاداء كان حلو
طب ما هو من هذا المنطلق اللي نهاوند بتتكلم فيه وده كلام حقيقي طبعا مظبوط. طب ما هو برضه في المقابل العكس بالعكس، بمعنى ان برضه لما تعدي عليك ماتشات، لما تقعد اربع ماتشات ما تشمش ريحه الفوز مثلا، ولما تعدي عليك مباريات معينه وتلاقي ان انت عندك تحفظات كثيره على اسلوب اللعب، على تمركز اللعيبه، على فعاليه تمركزهم والناتج عنه، على هجمات لا تكتمل، على تاتشات في الفينيشنج ساعات بتاخد المباريات في سكه تانية خالص وبتحرمك من فوز ممكن يبقى كبير في بعض الاوقات. ما دي برضو حاجات الجماهير بتقف عندها كتير. اكيد اكيد، بس برضو احنا كفنيين لينا عندنا حسابات معينه او ندي الاعذار لحاجات معينه غير مشجع النادي الاهلي. مشجع النادي الاهلي عايز مكسب، عايز اداء كويس، عايز فرحه ومكسب كبير، لكن احنا مثلا بنيجي نتفرج بيبقى من الدين العذر للمدير الفني ان احنا اتحطينا في موقف زي ده قبل كده، يعني غياب مجموعه لعيبه كبيره جدا من اللعيبه، تلاحق المباريات، لعيبه مجهده، بنتكلم كلعيبه دوليين من ساعه ما رجعنا من بطوله افريقيا داخلين من بطوله لبطوله، في حاجات كتيره احنا كفنيين لما بنيجي نخش او بنتكلم فيها احنا بندي العذر شويه، بندي العذر. لكن انا كمشجع النادي الاهلي لما باجي اتفرج طبعا زعلان على النادي الاهلي، عايز اكسب وعايز اداء كويس وعايز اخد كل البطولات، مش عايز حد يكسبني. مختلفة، الموضوع مختلف، طموح مشروع اكيد اكيد. لكن طبعا في الفترة اللي فاتت في اخطاء، في اداء مش حلو، في اسباب كتيرة مزعلة جمهور النادي الاهلي. مش انك انت دلوقتي قريب، انت لو كسبت الماتشات بتاعتك المؤجلة هتبقى اول الدوري، لكن احنا برضو نفس القصة دي حصلت معنا السنة اللي فاتت وقلنا كده برضو المؤجلات وهنكسب المؤجلات، لكن ابتدينا في حصل نزيف من النقاط في مباريات كتيره جدا وبعدنا وتاخرنا ولغايه ما الدوري ما ضاع مننا. احنا كجمهور النادي الاهلي عايزين بطوله افريقيا، بطوله قاريه توصلنا لكاس العالم، لكن برضو البطوله المحببه الدوري العام، لانك انت فيها بتكسب فيها اللي هو المنافس التقليدي بتاعك اللي هو الجمهور النادي الاهلي. بالنسبه له ان انا اتفوق على نادي الزمالك اللي هو المنافس التقليدي احسن من اي بطوله، فده دي نقطه برضو مهمه جدا. جمهور النادي ده بيفكر في بطوله افريقيا لكن عينه على بطوله الدوري العام اللي هي مش عايز تضيع منه زي الموسم اللي فات. طبعا حلو جدا. طيب لو رحت معاك لفكره صلاح محسن هنا، وهل صلاح محسن يعني بعد فكره برضو الاداء مؤخرا بتاعه، خلينا نبقى صراحه يعني ما كانش الافضل، هل انا ممكن او الفتره اللي جايه لازم اعوض بمثلا بيرستاو يعني محمد شريف يعني، ولا لا اعطاء الفرصه ربما يخليه يعود مره ثانيه لمستوى يعني وجهه نظرك؟ في النقطه دي انا اتكلمت فيها قبل كده. لا صلاح محسن انا مرنته في سموحه من لعيبه هو لاعب متميز ورائع، بس في مشكله ان انا ما باجي احط لعيب جديد او لعيب راجع من الاصابه او لعيب لسه ما خدش كميه كبيره من المباريات انا بحاسبه او بقيمه زي لعيب زي محمد شريف مثلا اللي رجله في الملعب على طول. لا مفيش كده في الكوره، اللعيب اللي بيبقى لسه داخل المباراه محتاج وقت شويه. انا جات له فرصه هو امبارح لو هو رجليه في الملعب حسيت ان المباراه كان احرز هدف سهل جدا، لكن هو بعيد عن المباراه بقاله فتره. دي المشكله اللي بتقابل، هو بعيد عن المباراه بقاله فتره ليه؟ للاصابه، هو للاصابه ولسه راجع. هي دي المشكله اللي بتقابل اي مدير فني او في في في, في حته التدوير للعيبه اللي بيكون بيلعب في بطوله واللعيبه اللي ما بتلعبش وبدا يدخلها. هو ده صحي جدا طبعا، صحي، بس في نقطه مهمه جدا اللي هي كانت كنا بنشتغل عليها السنوات اللي فاتت بس في الماضي شويه، اللي هي المجموعه اللي ما بتلعبش لازم يلعبوا مجموعه من المباريات الوديه عشان صح تبقى. احنا كنا كده في زمان وده كان بيحصل قريب لغايه لكن فتره قريبه لكن على فكره، تلاحق الماتشات والدوري المتاجل وبتلعب بطوله الدوري من ساعه موضوع الكورونا، الضغط المباريات دي بيخليك مثلا كل 3 ايام ماتش. طيب انا لما بخلص مباراه رسميه في بطوله افريقيا او في الدوري بيبقى عندي بعديها بثلاث ايام ماتش، ما اقدرش العب ثاني يوم مباراه وديه وبعديها يومين، فدي مشكله بتقابل اي مدير فني وبتقابل مستر موسيماني، فعاملين له مشكله شويه. اللي حضرتك بتتكلم فيه فيما يتعلق باللعيب اللي بقاله فتره مش بيشارك في مباريات سواء وديه زي حسام حسن زي يعني انا قصدي اقول لك الى حد كبير طبعا الكلام بيبقى منطقي انه بيبقى فقد شيء من حساسيه اللعب أكيد. حافز نفسه بيهبط يعني اكيد، لكن برضه في المقابل ساعات بنشوف العكس، ساعات بنلاقي ان في لعيبه رجليهم لو قارناهم بغيرهم رجليهم الى حد كبير موجوده في الملعب فعلا في مباريات وبطولات مختلفه، ولكن سبحان الله تلاقي في تذبذب كبير في بعض الاحيان في المستوى، واخد بالك، تارجح كده بين الاجاده التامه. حد زي بيرسيتاو نفسه، على ذكر بيرسيتاو ان هو انت كنت بتتكلم عليه، بيرسيتاو ممكن تيجي عليك ماتش واتنين بيولع الدنيا بالمعنى الحرفي، ما تبقاش عارف مش ملاحق عليه حتى،
من تحركات ومن تمريرات والى اخره. وفي اوقات تانية اسمه ما بيتقالش كتير، نفس الكلام يتقال على ديانج في اوقات لما بيكون فايق بيبقى فايق فعلا. ما هو ده الاجهاد اللي بنتكلم فيه، انك بتلعب سلسله عدد من المباريات خلال 15 يوم او من 20 يوم، تتكلم خمس ست مباريات، صعب جدا على اي لعيب كوره انه يشتغل كل 3 ايام مباراه، كل 4 ايام مباراه، صعب جدا بتكون انت تلعب تلعب مثلا زي السولية زي ديانج زي حمدي فتحي، لما بيكون عندك 6 ماتشات ورا بعض بتلعب، اللعيبه دي بتلعب 6 ماتشات، ما فيش مثلا يريح مباراه او اثنين، لان من الاعمده الاساسيه لفرقه النادي الاهلي. بنتكلم كالشناوي مثلا برضو من الاعمده الاساسيه، في مجموعه من اللعيبه 6 أو 7 لعيبه موجودين اساسيين، اذا كان كل مباراه للنادي الاهلي لازم يكون متواجد. ففي غصب عن اي لاعب في ظل المباراه المتلاحقه اجهاد بيحصل، التركيز نفسه من التعب بيقل من بطوله لبطوله، وخارج من بطوله وتكون كسبان وتخش على بطوله تانية، اكيد ده بيحصل بعض المشاكل في الاداء، بعض المشاكل في الفنيات، بعض المشاكل في التكتيك نفسه. لكن بتوصل للاخر انك انت بتتمنى، اي مدير فني بيتمنى ان عنده 11 لعيب في الملعب، بيتمنى ان في يكون عدد اكبر من اللعيبه في تركيزهم في اليوم ده. يعني مثلا عنده 7 أو 6 أو 8 حالتهم كويسه، في 2 أو 3 ده طبيعي بيحصل طبيعي، كل مباراه بتختلف عن الثانيه. لكن لما انت بقى نفس اللاعب بتبقى بعيد عن المستوى مباراه والثانيه والثالثه، لازم انا كمدير فني لازم افكر في تغييرك، ولازم افكر في لعيب يلعب في مكانك الفتره اللي بعدين، لانك انت خلاص انت شكلك ممكن محتاج تريح فتره اطول شويه. هنروح فاصل بس عايز ارجع مع انا وكريم بحضرتك كابتن احمد في النقطه اللي كنت بتتكلم فيها، بس نفهمها اكتر، فكره التلاحم اللي احنا شفناه في المواسم الاخيره بما فيهم الموسم الحالي، اللي كنا نامل قبل ما نخش الموسم ده ان مش هنلاقي نفس السيناريو بيتكرر. الفكره الثانيه فكره برضو الماتشات الوديه اللي حضرتك اتكلمت عنها، اللي قد ايه بتفرق بشكل كبير جدا قبل اي مباراه ومع اي او اي بطوله مع اي فريق، واللي هي اصبحت تقريبا منعدمه بشكل كبير. وفكره هنا برضو مستوى بعض اللعيبه اللي تحسن بشكل كبير، منهم طاهر محمد طاهر على سبيل المثال، وازاي ممكن الواحد يستغل ده، وفكره موسيماني برضو في الروتيشن اللي بيعمله. بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع كابتن احمد. انا كنت سالت كابتن احمد قبل الفاصل 3 اسئله كانوا ايه بقى. فكرنا كده لا لا او افتكر واحد منهم وسمعنا الاجابه. لا لا كان كان ايه صحيح؟ كان الماتشات الوديه والاداء اللي بعد. لا هو تفاوت المستوى بين اللعيبه اللي ما بتلعبش واللعيبه اللي بتلعب، الوديه والمفروض ان المدير الفني يتغلب على النقطه دي ازاي. بس زي ما بقول بتبقى في حاجات غصب عن المدير الفني، بس لان احنا كدوري المصري اتحطينا في موقف من ساعه الكورونا وتاجيل الدوري فتره دوري، فبنلعب الدوري ما بنلحم الدوري في الدوري فبنلعب خلاص، يعني مفيش دوري بيخلص اصلا من شهر 8 و9. احنا خلاص الدوري الانجليزي بيخلص النهارده، بيخلص النهارده عشان ادي مجموعه من لعبة راحه كويسه وابدا فتره اعداد كويسه. لكن احنا محطوطين في مشكله بقى لنا سنتين، تلحم مباراه للمنتخب كمان، لعبنا بطوله عربيه، لعبنا بطوله افريقيا. فتخيلي انا بتكلم على مثلا مجموعه من اللعيبه زي حمدي فتحي، زي السوليه، زي ديانج مثلا في منتخب مالي، معلول في منتخب تونس، الناس دي بتلعب دولي ومحلي. بتكلم على لعيبه النادي الاهلي لعبوا بطوله العربيه، بطوله افريقيا، دخلوا على بطوله افريقيا للمنتخبات، بطوله افريقيا الدوري عام. مجموعه من اللعيبه مجهده بطريقه غير طبيعيه لتلاحم المسابقات، طبعا بشر يعني احنا نفسنا ما بنلحقش نفرح من بطوله لبطوله، يعني ما بتلحقش تاخد نفسك. بنخش على الجانب الثاني، المجموعه اللي ما بتلعبش، نتكلم على مثلا حسام حسن، نتكلم على محمود متولي، محمد محمود، اذا كان بقى الصغيرين زياد او كوكا واحمد سيد غريب، مجموعه من اللعيبه مميزين. بس انا كمدير فني برضو انا بلعب على بطوله، ببقى قلقان لما باجي ادخل لعيب جديد، ببقى عارف ان هو مش هيبقى على قد المستوى، لو هو بعيد هديله الفرصه مره هلاقيه مش عارف. اصلا ليه محطوطين في الوضع ده وبقى لنا اكتر من سنه على حد تعبيرك؟ يعني هل اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده شكل من اشكال العقاب للنادي الاهلي على كونه بطل وبيشارك في كل البطولات الاقليميه والدوليه والمحليه المتاحه؟ دي عقوبه ليه؟ هو مش عقاب، بس احنا هو مشكلتنا عايزين نظبط الدوري العام في مصر او البطولات المحليه في مصر. لو البطولات المحليه مشت بطريقه وطول امتداد هي الدوري طبعا هي السبب طبعا الرئيسي أكيد في اللي احنا بنتكلم فيه ده. اكيد طبعا اكيد اكيد اللعيبه ما بيلحقش ياخد راحه، تيجي تلعب الدوري الموسم اللي بعديه
برضو عايز تلعب عندك ارتباطات افريقيه للمنتخب فبتلعب تصفيات كاس عالم، فالحاجات دي كانت موجوده السنه اللي فاتت. الموسم اللي جاي المفروض ارتباطاتك اقل للمنتخب، فالمفروض لازم اظبط نفسي ان الدوري يخلص السنه الجايه على الاقل 30-5 زي، لان اللعيبه لازم تاخد، ما ينفعش لعيب كوره ياخد سنتين ثلاثة ورا بعض متلاحقه بطوله متلاحقه، غلط جدا على اللاعب المصري يعني كعضلات كحاجات استهلاك بتخلص عليه. فلازم الخلاصه في الموضوع ده لازم الدوري والكاس ينتظم. احنا لسه بنلعب قرعه، هنلعب قبل نهائي كاس مصر الموسم اللي فات. معقوله في دوله في العالم بتلعب بالشكل ده؟ لكن مشكله كبيره جدا والله. لما بتحصل بتضحك يعني كتر ما هي غريبه. انت بتلعب نهائي قبل انت لعبت الكاس الجديد وبتلعب قبل نهائي كاس، ازاي يعني؟ هو ده يعني ده معناه ايه؟ فلازم لازم لازم ان شاء الله الدوري الكاس البطولات المحليه تتحط لها جدول مظبوط عشان لعيب الكره تاخد منه كواليتي كويس. حلو. لعيب الكره عشان تاخد منه كواليتي كويس لازم الراحه نفسها، الراحه بالنسبه ساعات في لعيب الكره بتبقى تمرين. صح يعني الراحه بالنسبه له بيبقى تمرين مفيد ليه يعني بيفيده، لكن الطريقه بالشكل بالبطولات فعلا في مشكله كبيره جدا بتقابل لعيبه النادي الاهلي. طيب كابتن احمد، الوقت للاسف بيجري، بس انا عايز اروح مع حضرتك ومش هقول لك شكل المباراه هيبقى عامل ازاي، انا عايز توقعات كابتن احمد ان شاء الله متفائل بكام في الميه لماتش الاهلي باذن الله والوداد. بص طبعا ان شاء الله باذن الله من قرايتك يعني للمشهد باذن الله ان شاء الله مجموعه اللعيبه الغايبه تكون يعني بنسبه كبيره. دكتور احمد ابو عبله كان معانا خبر، هو طمن الجميع ان محمد عبد المنعم بس هو بدر بدر بنون بس اللي ان شاء الله بدر خلاص احنا تعودنا بقى له فتره طبعا من لانه اللعيبه الكبار جدا جدا طبعًا. ومحمد عبد المنعم برده ممكن ما يلحقش المباراه، لكن ان شاء الله السولاي موجود إن شاء الله. حمدي فتحي ديانج انا من وجهه نظري ان مستر موسيماني المباراه النهائيه بيلعب 3-4-3، هو بيدي معظم المباريات النهائيه او معظم المباريات اللي بيلعبها في النهائيات او مع الفرق الكبيره بيلعب 3-4-3، ليه؟ بيدي ايمن اشرف في الجنب الشمال ومثلا ياسر ابراهيم وممكن واحد ثالث مدافع ثالث مساك، وبيدي حريه المعلول بيشتغل في الجنب الشمال، هو بيحب الطريقه دي جدا 3-4-3، وده ماتشات كبيره جدا اللي هي اذا كانت الترجي اذا كانت الزمالك اذا كانت فرق كبيره جدا تفوق عليهم بالطريقه دي، وانا متوقع انه هنلعب بالطريقه دي. طبعا مباراه الوداد وجمهور المغرب اكيد مباراه صعبه جدا، لكن عندك دوافع، اللعيبه عندها دوافع عندها روح، ان لما تشوف الكاس قدامك وانك انت بتعمل تاريخ لنفسك تالت بطوله على التوالي دي حاجه كبيره جدا. لازم يكون هادين، لازم تكون اللعيبه عندها ثقه في نفسها. طبعا انت بطل افريقيا للمسلمين وبطل افريقيا لمواسم كبيره جدا، ما تشغلش بالك ان في حد ضدك. المشكله دي لو وصلت للعيبه انك انت حاطط دماغك ان في حد ضدك الحكم ضدك دي هتعمل لك مشكله وتدي العذر لنفسك. لا ان شاء الله كل اللي حضرتك بتقوله يحصل بحذافير، وعادي معقول يشتغل بالناحيه الشمال والدنيا تحلى ان شاء الله ونكسب بس في دولاب البطولات. أيوه عندنا بقى هي دي المكان الطبيعي بقى يا جماعه. شكرا يا كابتن احمد نورتنا بجد، وهشكر حضراتكم. كريم هيكمل طبعا الفقره الاخيره اللي هتنورنا فيها دكتور دينا ابو سعود، وهتكلموا النهارده عن الفيتامينات الخاصه للرجال تحديدا. فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، واهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه. وهنتكلم في الفقره دي عن موضوع يهم كتير جدا 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 من الرجال بصفه خاصه، هنتكلم عن الفيتامينز وعن اهميه الفيتامينز للرجال والاسباب اللي بينتج عنها في بعض الاحيان نقص في فيتامين معين او مجموعه من الفيتامينز، وكمان عايزين نتعرف على ازاي نقدر ندعم جسمنا بالفيتامينز بالشكل اللازم وبالكميات المطلوبة. كل ده هيحصل مع دكتورة دينا أبو سعود اللي بنسعد دايما بوجودها معنا في البرنامج. صباح الفل يا دينا. صباح الخير، ازيك يا كريم؟ كله تمام الحمد لله. عاش من شافك والله، ليك وحشة كبيرة. الله يخليك، ربنا يخليك. النهاردة هنتكلم في حاجة تهم كل الرجالة. أيوه. وخصوصا بعد مرحلة الأربعين بصفة خاصة، الواحد بقى بيبتدي ياخد باله من إن الله ده أنا لازم أدعم الفيتامينز، أنا لو لازم أعمل تحاليل، النوع ده من الأمور. فتعالي نبتدي بالمبدأ نفسه، أهمية الفيتامينز عند الرجال وأسباب نقص الفيتامينز عند الرجال. الفيتامينات والمعادن مهمة جدا جدا لكل الوظائف الحيوية في الجسم. مهمة لعملية التمثيل الغذائي، مهمة للنشاط، مهمة للمناعة.
مهمة لعدم الأرق، يعني أن الرجل لو الفيتامينز والمينرالز وقعوا منه أو النسبة بتاعته قلت هيبتدي يحس بأرق وعدم نوم وتوتر، والنوم مش مستمر بالسبع ساعات المطلوبة. بنت حلال مصفي، أيوة. وان كنت شايل الجزئيه دي للجزء الاخير من الفقره ان هي اسئله المشاهدين، بس انت بتجاوبي ضمنيا على سؤال جنه من مهاب احمد بيصبح عليكي وبيقول كان عايز يعرف هل نقص الفيتامينز في الجسم ممكن يسبب مشاكل في النوم زي الارق. طبعا من اهم المشاكل بسببها قله النوم هي نقص الفيتامينز. الفيتامينات والمعادن معظمها الجسم لا ينتجها، فلازم الانتيك يبقى يوميا، سواء راجل، احنا مخصصين للرجل النهارده بس حتى الستات، راجل او سيده يوميا لازم انتاج من الفيتامينات والمعادن يوميا. طب والجرعه اخبارها ايه؟ الجرعه ما تقدرش تحسب الجرعه، يعني المفروض مثلا لو انا هتكلم على المناعه احنا محتاجين فيتامين سي 1000 جرام، سوري 1000 ملي جرام مش 1000 جرام، 1000 ملي جرام. فازاي نحن نقدر ناخد الـ كل الفيتامين سي ده؟ طبعا موجود في الخضار، موجود في الفلفل الالوان، موجود في الطماطم. نوصل للرقم بالزبط ده بالظبط. ومحتاجه فيتامين اي، انا والراجل محتاج فيتامين اي جدا. من اهم الفوائد لاي رجل من فيتامين اي موضوع ان هو مضاد للاكسده، فبيقللوا الالتهابات. ممكن اقول ان فيتامين اي بيقلل شويه اضرار التدخين. طبعا يعني صعب انك انت تقول لاي رجل بيدخن امتنع عن التدخين دلوقتي، لكن ازاي نقدر نقلل اضراره؟ موجوده وكلنا عارفين اضرار التدخين، لكن مثلا فيتامين اي بيعمل على عدم الاكسده، والتدخين بيأكسد الخلايا وبيأكسد الجسم فبيوزن الدنيا. طبعا الفيتامينات والمعادن مهمه جدا. انت عندك فيتامين بي 12 مهم جدا للرجل لتكوين خلايا الدم الحمراء. فيتامين بي، عائلة فيتامين بي مهمة لحماية الجهاز العصبي بتاعه، مهم جدا. عندك الأوميجا مهم مثلا للمخ، عندك فيتامين د مهم للرجل، عندك ايه الفيتامينز المهمة، عندك الزنك مهم جدا كمناعة وتدعيم للخصوبة للرجل. فالزنك مهم جدا كمناعة ونشاط وتدعيم لمعدل الخصوبة للرجل. فطبعا الفيتامينات والمعادن مهمة جدا بشكل يومي وبشكل مستمر. واي حد لازم ياخد يوميا جرعه ما من الفيتامينز او من المالتي فيتامين من منطلق ان هو مش صعب جدا يحصل عليها من خلال الاكل؟ انا بدعم المكملات الغذائيه، وبدعم المكملات الغذائيه اللي لازم تكون مرخصه من هيئه سلامه الغذاء، وبصفه خاصه بدعم جدا اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت. اشمعنى الب مالتي فيت؟ لان الب مالتي فيت فيه مش هقول كل الفيتامينات والمعادن لكن معظمها فعلا. يعني ليه بقول الب مالتي فيت؟ اولا واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء وده يديني الامان جدا. ثانيا متواجد في سلسله صيدليات كبيره، والناس اللي مش قادره تنزل تروح للصيدليه، الدنيا حر مكسلين، عندنا ارقام ظاهره على الشاشه. احنا كمان زودنا رقم لان كانت ناس، بعض الناس بتشتكي ان 24 ساعه ارقامنا مشغوله، فعشان ده ما يضايقهمش زودنا رقم كمان على الشاشه عشان نحاول نبقى متاحين للساده الجمهور. وطبعا انا زي ما انا شايفه على الشاشه ده صوره الب مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء. طب فرصه نتكلم عن تفاصيله بالمره. طبعا الب مالتي فيت ليه بقول انه ليه مميزات؟ اولا هو بيحتوي على عائله فيتامين ب الكامله. صعب جدا ان انا اخد مالتي فيتامين في كل فيتامين بي كامله. بتلاقي في كوبالامين، في بيوتين، في فوليك اسيد، ما فيهوش مثلا نياسين، والنياسين مهم جدا لدعم الخلايا العصبيه. فالب مالتي فيت في ده مستو انه في كل عائله فيتامين بي الكامله اللي مدعمه للتمثيل الغذائي ومدعمه للايض. عندي داخل الب مالتي فيت اعلى تركيز في الزنك. الزنك رائع، الزنك مهم جدا جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم. الزنك نقص هيحصل مشكله في التمثيل الغذائي. الزنك عندي 23.9 ملي جرام، يعني اولموست 24، وقصاده نحاس. فانت بتتكلم في مكمل غذائي في زنك وفي نحاس. طب المكونات دي كلها بتمتص من في يعني بالجسم
يوميا ولا بيبقى فيه مساحه ان هي تتراكم لو احنا بنتكلم على ان احنا بناخد جرعه يوميه من المكملات او من المالتي فيتامين؟ الزنك والفيتامين بي وفيتامين سي، كل الفيتامينات دي لا تتراكم في الخلايا لانها بيسموها فيتامينات قابله للذوبان في الماء. أوكي. فالاكسيد بينزل عن طريق البول. تمام. فما بتتراكمش، عشان كده احنا لازم. ولا في اي فيتامين تاني عنده الخاصيه بتاعه التراكم؟ الكالسيوم موجود بنسبه بسيطه وتشز امن جدا، يعني عشان مهما تراكمت ما يحصلش للكالسيوم. بالظبط. انا عندي الكالسيوم اعتقد 70 ملي جرام فقط. الانتاج بتاع الكالسيوم اليومي 1000. اوكي. 1000 لا فرق طبعا دي. الحامل بتاخد 1200. فالحلو في قلب مالتي فيت ليه بقول يا جماعه خدوه لايف تايم كبسوله واحده في اليوم، لانه امن جدا، حتى الكالسيوم مش موجود بالمقدار. والرياضيين ينطبق عليهم نفس الكلام اللي احنا بنقوله؟ الرياضيين مهم ولا جرعتهم بتختلف؟ لا لا، هو الجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء هي كبسوله واحده، يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء على كوبايه ميه كبيره. كل الاحوال مش بالليل؟ لا، عشان هو بيدعم النشاط. اوكي. يعني مهم ان انا اخده الصبح وبعد كده انزل. اي حد بيستخدم ألب مالتي فيت، يمكن حتى حد يعني اعرفه استخدم ألب مالتي فيت، هو مش عارف، هو زوجي يعني، فبلاقي من 9 الصبح النهار فبقول ايه الموضوع ده، 9 يعني 9 وصاحي وبتاع، فبقول لي يا دينا ألب مالتي فيت خلاص خده بكامل ارادته ولا بتحت ضغط منك؟ لا بكامل ارادته، انا عايز ألب مالتي فيت. قلت له هو عندي، كلم الصيدليه او كلم الكول سنتر. فالمهم اخده، والله والله مش بكذب اطلاقا، انا شايفه نشاط وشايفه طاقه وشايفه مود حلو. فبيقول لي ده ده ده, ده, ده دي ده في زوجات كتير هيعملوا كده على فكره. دي كبسوله يا دينا عبقريه. فانا شايفه النتيجه، وانا لما باخده كمان بلاقي نشاط. يمكن انا مش هي بس فعلا كمان من ضمن الاثار الطيبه ليه ان هو بيعدل من الحاله المزاجيه طبعاً. بيخلي الواحد في المود. طبعا صحيح. طبعا الفيتامينز مهمه جدا لتعديل الحاله المزاجيه، وبس لو طبعا لو انا واصله لمرحله اكتئاب مزمن اكيد لازم اروح لدكتور. طبعا. اكيد. طبعا. لان بيبقى في ادويه ما، وادويه الاكتئاب ما تتاخدش اطلاقا غير تحت اشراف طبيب. طبعا. على طول بقول ادويه الاكتئاب تحت اشراف الطبيب، ولما نبطلها برضو تحت اشراف الطبيب، ما بنبطلهاش لوحدنا. طبعا. لكن ألب مالتي فيت الفيتامينات اللي فيه داعمه للمود، واحنا طول الوقت عايزين المود بتاعنا يبقى حلو، لان احنا عندنا ضغوطات في الحياه كتير. طبعا. عندنا مسؤوليات، فالتفكير والاوفر ثينكينج ده بيتعب اعصابنا وبيتعب دماغنا. فعلى طول بقول ستات رجاله وستات جربوا ألب مالتي فيت، هتتبسطوا جدا جدا من النتيجه. في اي اثار جانبيه للمبدا نفسه، فكره المكملات الغذائيه او المالتي فيتامينز؟ الاثار الجانبيه لا، مفيش اثار جانبيه للفيتامينات والمعادن. لو انا مثلا لو فيتامينات قابله للذوبان في الدهون باخد، لو الدكتور يعني هو الدكتور بتستشير الدكتور، لو محتاجه قرعات مكثفه جدا منها لفتره. أوكي. لشهر شهرين لثلاثه، وبعد كده بتمشي على جرعات بسيطه جدا. أوكي. لكن بالنسبه للألب مالتي فيت ملوش اي اضرار جانبيه اطلاقا خالص. طيب. ايه تاني لو ظهرت عليا اعراضه فده مؤشر ان انا عندي مشكله في الفيتامينز؟ يعني في امور معينه بتبقى ملهاش مرجعيه غير نقص الفيتامين؟ لا، يعني مثلا لو هتكلم بالنسبه للرجل، الخمول والكسل ممكن جدا يبقى نقص فيتامينات ومعادن، ما دام ما عندوش مرض مزمن يؤدي، يعني ما عندوش مشاكل في الكبد مثلا. أوكي. ما عندوش مشاكل في الكلى، ما عندوش مشاكل في القلب. فعلى طول بقول احنا لازم نطمن بالتحاليل الدوريه. أوكي. يعني اي ست راجل بيتفرجوا علينا بنطمن بالسي بي سي بتاعنا. طبعا نقص الحديد كمان بيعمل المشكله دي، فلازم نعرف الـ 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 الخمول والكسل ووقعان الشعر نتيجه فيتامينات ومعادن ولا نتيجه نقص حديد. طب. يعني حتى الستات مثلا لو هتكلم، لو بيبان على الست ايه، الوش الشاحب قوي، الهالات السوداء، ده بالنسبه لوشها، تشققات حوالين الانف، بقع في الوش، الشعر بيقع، طبعا ممكن يبقى نتيجه نقص بيوتين، زنك، نحاس، كل الحاجات دي مهمه جدا للشعر. بس اهم حاجه تبقى مطمنه على الغده الدرقيه بتاعتها، مطمنه على نسبه الحديد بتاعتها، مطمنه على وظائف الكلى بتاعتها، وقتها ولسه الشعر بيقع لازم تاخد فيتامينز على طول. بالمناسبه انتوا اكيد بيبقى عندكم احصائيات وعارفين، ولا دي صعبه تحصروها، فكره ان العملاء الاكثر للمنتج ده هل هم من السيدات اكثر ولا من الرجاله؟ انا بيخيل لي ان هم ممكن يكونوا سيدات، لان في كتير جدا من الاحيان بنلاقي ان الكلام واخدنا لايه، لحته سقوط الشعر، الضوافر. أيوه. البشره، ودي كلها حاجات في منتهى الاهميه للسيدات. طيب صدقني لو قلت
يمكن الرجال كمان اكتر. انا كنت فاكره زيك للاسباب عشان يمكن انا طبيعتي كست على طول بدعم الستات وبتكلم، بس بلاقي كميه رجال بتستخدم ألبا مالتي فيت، لان لما باجي اعمل ريفيو يعني مراجعه مع الكول سنتر لا رجال بالتوازي، ويمكن رجال اكتر أوكي. كمان لان الراجل عايز طول الوقت يبقى عنده نشاط، راجل مهامه كتيره جدا في اليوم، فلما بتكلم بقول قد ان هو فيه فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، ومع فيتامين بي زنك المهم جدا للرجل بصفه خاصه، فبلاقي ان لا كتير جدا. ويمكن حصل قبل كده وعملاء كلموني على الهواء، عملاء ريل، قد ايه بتبسط بقى من الفيدباك بتوع العملاء الحقيقيين، وما اتكسفوش ان هم يطلعوا على الهواء يقولوا تجربتهم مع ألبا مالتي فيت. طيب نرجع برضو تاني لألبا مالتي فيت، وهل في موانع لاستخدامه من عينه ان انا مثلا ممكن يكون في شخص ما عنده مرض مزمن ما اللي عنده سكر اللي عنده ضغط اللي عنده كذا، هل لازم لهم جرعه معينه مختلفه عن الجرعات الثانيه ولا ايه الحكايه؟ ألبا مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت الاثنين هو هي حاجه واحده، يا اما ال بي يا اما اي ال بي. انا بختصر يعني بالنسبه ان اسهل ان اقول إن لكن هو الاسم العلمي بتاعه اي ال بي، هو لا يتعارض اطلاقا مع اي دواء من اصحاب الامراض المزمنه. يعني بقول مريض السكر على طول الدكتور الطبيب المختص بيكتب له على فيتامين بي كومبلكس، لان مريض السكر بيبقى عنده شويه اعصابه ضعيفه اوكي، فبيدعم له جدا فيتامين بي كومبلكس، هو لا يتعارض مع اي دواء خالص. حلو. طيب مريض الكوليسترول والقلب والضغط طبعا برشح ألبا مالتي فيت مع الادويه، لان انا عندي فيتامين اي كمان انتي اوكسيدنت بيعمل على عدم أكسدة الدهون الضارة، فداعم جدا لان هو يقلل نسبة الكوليسترول. ألبا مالتي فيت داعم جدا هو يظبط لي نسبة السكر في الدم مع الانسولين، لو بتاخد انسولين او بياخد انسولين او الادوية المعروفة بتاعت السكر. الحامل تقدر تستخدمه رائع ليها، لان الحامل عندها الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا بيدعم عدم تشوه الأجنة أوكي. وهو اللي بيدعم الخلايا العصبيه للجنين، فألبا مالتي فيت رائع. الكالسيوم عندي 70 ملي جرام، ممكن بعد 3 شهور استخدام من ألبا مالتي فيت ممكن الدكتور او الطبيب المختص يقول لها زودي مع ألبا مالتي فيت كالسيوم من بره، يعني سبلمنت اخر زياده يعني. بس أوكي. الزياده بتاعت الكالسيوم للحامل بس، محدش يزود كالسيوم، يعني محدش ياخد ألبا مالتي فيت ويرجع ياخد كالسيوم تاني. لا، الحامل بس اللي بتاخد كالسيوم زياده. حلو. طيب نرجع برضو لاسئله الناس اللي بعتوها لنا، واحنا قلنا خلاص السؤال بتاع مهاب المتعلق بمساله نقص الفيتامينز والارق، فاحنا جاوبنا على السؤال ده. في سؤال تاني من منى السيد، صباح الخير، كنت عايز اسال دكتوره دينا، هل ألبا مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل مشاكل البشره زي الحبوب واثرها والهالات السوداء؟ طبعا مهم قوي للبشره فيتامين سي جدا. حتى بتلاقي شركات تجميل عالميه عندها سيرمز بفيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا أوكي. للبشره، لانه بيعمل على عدم اكسده البشره، بيعمل على ترطيب البشره، و و و وبيعمل على كمان تخفيف البقع الداكنه. فألبا مالتي فيت مهم قوي، كمان بيقوي لي الشعيرات الدمويه أوكي. في البشره. بتلاقي يمكن بنات عندها شعيرات دمويه باينه رابتشر اللي هي رفيعه قوي ضعيفه، فيتامين سي بيقوي لي الشعيرات الدمويه. عندي فيتامين اي مهم جدا جدا ليها جدا أوكي. ومن اهم الفيتامينات اللي بتعمل ترطيب وتعمل على عدم تشققات. بتلاقي ساعات بنات عندها تشققات هنا بيبقى نتيجه نقص فيتامين بي 12 أوكي. وفيتامين بي 12 مهم جدا لتدعيم كرات الدم الحمراء، فمع ألبا مالتي فيت هتلاقي وشها حتى مورد، الدوره الدمويه باينه في وشها أوكي. وشها لونه بينك، مش محتاجه الميك اب الكتير، فألبا مالتي فيت هيبقى داعم جدا لبشرتها ولشعرها. طب احنا مفيش حاجه تخلي وشوشنا احنا كمان بينك، ولا احنا مالناش نفس ولا لا ايه؟ لا ألبا مالتي فيت بيحلي الراجل طبعا كشكل أوكي. يعني بتلاقي ما دام انا عندي نشاط، اي راجل أوكي. عنده نشاط مود دورة كويس، الدمويه شغاله كويس، بيبقى شكل مظهره العام بيبقى حلو. حلو. طيب سؤال برضو اخير من مرام السيد، بتقول انا في فتره امتحانات اليومين دول، فكنت عايز اعرف هل لو ابتديت اخد ألبا مالتي فيت ممكن يجيب نتيجه وانا في الامتحانات، ولا كان لازم اخده قبلها بفتره عشان يلحق يجيب نتيجه؟ هنا بتالي يعني
المذاكرة قد تكون مهمة برضو يعني إلى جانب المكمل. طبعا في فترة امتحانات دلوقتي، وأنا فاكرة زمان قوي بقى لما كنت في أيام الجامعة موضوع المحاضرات والتركيز، كنت ببقى خلاص كل المواد بتخش في بعض محتاجة تركيز يبقى أعلى. فبرشح جدا ألبا مالتي فيت لأي حد داخل فترة امتحانات عنده مذاكرة كتير، في الشباب بنات ولاد. بيعمل شغل في حتة الذاكرة كمان. طبعا بيقوي الذاكرة جدا. وهي بتقول إن هي في فترة امتحانات يا ريتها أخدته من قبل كده، بقول لها لا خديه من دلوقتي، هتلاقي في خلال يومين تركيزك ونشاطك البدني ونشاطك الفكري أعلى بكتير. بس هي كبسولة واحدة في اليوم. أوكي. مهم أرجع أقول إن ألب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء، أمان لكل الناس اللي بتتفرج علينا. ومهم أقول إن إحنا موجودين في صيدليات، مجموعة سلسلة صيدلات كبيرة. مهم أقول إن ده شكل العلبة اللي على الشاشة. أوكي. نصور العلبة. ليكم كيفية حرية الاختيار، يا إما بتاخدوه من الصيدلية يا اما بتاخدوه عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، واكيد السعر موحد، السعر الرقم الرقم اللي ظهر على الشاشه ده خاص بالشركه المصنعه. شركه بايو ناتشرال. فطبعا السعر اكيد رائع جدا، السعر موحد سواء هناخده من الصيدليه سواء هناخده من ارقام الشركه. أوكي. وطبعا اي حد ليه حريه الاختيار عايز يشتري منين. جميل. طيب احنا للاسف وقتنا يعني بيوشك على الانتهاء، فيا دوب الحق اشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. يا رب نكون قدرنا نفيد الناس اللي بيتابعونا من خلال هذا الحوار. كل الشكر ليك يا دكتوره دينا. ربنا يخليك يا كريم. يا رب ان شاء الله. ميرسي. والشكر موصول لكل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ان شاء الله يتجدد لقائنا بيكم بكره قبل دلوقتي بساعتين 10 الصبح بالاهلي. اشوفكم على خير. الى اللقاء.